في لقطة كده بعملها مع الكابتن الخطيب، كل ما اشوفه هو بيعرف بيسخسخ فيها من الضحك. يعني كنا مرة في اليابان، بدأت في اليابان في 2012، فكنا عند سيادة السفير وكل الناس موقفاه يتصور، وهو كان يعاني في المرحلة دي تعبان جدا، لدرجة انه في اول مباراة للنادي الاهلي كان حسام البدري ماسك الفرقة، انفعل كده فلقينا في دم كده من بقه وحاجات بالشكل ده، كان في عز تعب في 2012. فلما كنا عند السفير شفته تعبان قوي، كل واحد بقى عمال يستلمه من المصريين اللي هناك وكلام من ده. قلت له يا كابتن محمود، قال نعم. قلت له ما تيجي تتصور معايا، قال لي قوي 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 يا ابو المعاطي. فجيت اتصور جنبي، قلت له بس عشان لما تنزل مصر يقولوا مين اللي جنب ابو المعاطي. قعد يضحك ضحك، له ضحكه جميله كده. فحتى من كل ما اشوفه اقول له كابتن ما تيجي تتصور معايا عشان لما تمشي بس في مصر الناس تعرفك وكده وبتاع، يقولوا مين اللي جنب ابو المعاطي. فبحب اقولها له دايما لان بتبقى ضحكته فيها جميله جدا جدا جدا. ربنا يمتعه بالصحه والعافيه يا رب. وامثاله وامثاله زي كابتن مصطفى عبده مثلا، راجل قمه في الادب والتواضع والاحترام والاحترام، زي كابتن زيزو قمه في الادب والاحترام والصمت والعطاء. في ناس كتير محترمه زي كابتن ربيع ياسين، كابتن محمد عامر، يعني في كباتن كتيره محترمه واخلاق، كابتن حسن شحاته يا جماعه، كابتن عبد الحليم علي، يعني في ناس محترمه وفي كل الانديه، وفي رؤساء انديه محترمين كتير ونماذج وقدوه. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، فالدرس في التواضع اللي اداه النهارده كابتن محمود الخطيب. عمل ايه بقى كابتن محمود الخطيب؟ ساعه ما شاف مؤمن جاي من بعيد قام قايم له وهو بيبدا عامه 67 ولا عامه 68 66 ولا 67 67 بيبدا عامه 67 النهارده اول يوم فيه، فبيقفلوا ويجيبوا ويقعدوا حاجات بالشكل ده. ده تواضع، ده احترام، ده تقدير من رئيس النادي الاهلي ورمزه الى نجم اعطى واسعد الجماهير. ده تقدير واحترام وتعاطف مع الظرف الانساني اللي بيمر بيه الكابتن مؤمن زكريا شفاه الله وعافاه. انا شايف النهارده كمان ان حاله مؤمن زكريا احلى، وده نتيجة التعاطف اللي معاه من الناس ورفع معنوياته ودعمه وحاجات بالشكل ده. كل دي أمور في منتهى منتهى الروعة. الأستاذ حسين عبد الهادي ده، أنت الراجل محترم يا أستاذ حسين. عايز بس أشوف لكم اللهم صل وسلم على النبي كابتن محمد فضل، لأن كل الدنيا بتتكلم في هذه الجزئية، إيه الخناقة وإيه الحكاية وإيه الرواية. هنشوف، لأن ما ينفعش أصلا يبقى فيه خناقة، ما ينفعش أصلا يبقى فيه خناقة. بس هو إيه كهربا برضو من الدروس الجميلة النهاردة، ان كهربا اللي كان بيتنافس مع مؤمن زكريا، يا كابتن فضل الناس كلها عمالة تسأل ايه الخناقة اللي بينك وبين كهربا، ممكن اطلعك على الهواء تقول لنا ايه اللي حصل؟ طب قول لي، طب قول لي ايه اللي حصل وانا اقول. يعني هو عاوز يخش في وسط حضرتك انت وكابتن خطيب ومؤمن يعني. طب ما طلع الصوت على الهواء يا كابتن وتقوله. طب اتفضل اتفضل. طيب 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 قول لي وانا اقول يا كابتن فضل، قول لي وانا اقول. بروتوكول. مش بتاعه. عدم احترام، عدم احترام يعني. ماشي، قلة أدب. بس ظهرت على الشاشة كمان وحشة يا كابتن. ولا حاجة؟ لا طبعا، لا 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 طبعا، إن
مش عارف انا كهربا كل حاجة لازم يعمل فيها كده. ايوه. طيب ورد الفعل ايه من الناس في النادي الاهلي؟ حد اتكلم معاك في حاجة او كده؟ اه سلوك غير مقبول طبعا طبعا. هل هو زعلان منك من ايام السوبر او حاجة؟ طيب خلاص ماشي. طيب ماشي، انا هوضح الجزئية دي يا كابتن. لا عيب عيب طبعا انه يبقى يعني بيتدخل في اللي مالوش فيه. مفترض هو بيسمع كلام مدرب عام، مدير فني، مدير كورة، ايه بالشكل الفلاني، ما احناش في الشارع يعني. اي مبروك للنادي الاهلي. طبعا ان شاء الله، وعقبال النهائي يبقى اهلي وزمالك ان شاء الله. طيب يا كابتن، طيب يا كابتن، متشكر لحضرتك جدا يا كابتن، الله يخليك، انا هعبر انا يا كابتن، اتفضل. طبعا كابتن محمد فضل في قمة الحزن من تصرف كابتن كهربا، لأنه يعني مش مكانه، ونازل رئيس النادي ومؤمن زكريا وكابتن محمد فضل نيابة عن رئيس اتحاد الكرة لتسليم الدرع. مش مفترض أنت تبقى تتدخل أصلا في الصورة، ما فيش حاجة اسمها أنا أروح أقف جنبي، ده بروتوكول وشكل نظامي، فده أمر قلة أدب يعني. وعمل حالة من الغضب الشديد جدا للكابتن محمد فضل، وهذا حقه. وفي نفس الوقت ما ينفعش كهربا يظل يتعامل بهذه الطفولية. كهربا ما بيردش عشان اجيبه، لكن احاول اجيب كابتن سيد عبد الحفيظ، لان المسألة دي يعني ما حدش بيتعامل بالشكل ده، ما حدش بيتعامل بالشكل ده. وبعدين لازم ادرك ان انا بمثل النادي الاهلي. احنا ما بنصدق الدنيا تمشي كويسه. انا سمعت من طرف واحد يا حبيبي، ما هو كهربا ما بيردش، وبطلب كابتن سيد عبد الحفيظ لو رد عليا يخش، له كل الاحترام وكل التقدير. اوعى تفهم ان احنا ضد كهربا او ضد كابتن فاضل، احنا ضد الموقف. تصرف الغلط يا حبيبي بنقول عليه غلط. اه كابتن سيد مغلق او غير متاح، احاول اشوفه برضو تاني. يعني احنا مش، اوعى تفهم ان احنا ضد كهربا، لا يا حبيبي، احنا لا ضد كهربا ولا ضد اي حد، احنا ضد الغلط، ضد الغلط. لكن لما كابتن محمد فضل يمثل اتحاد الكوره، ما ينفعش لعيب كائنا من كان يبقى بيتدخل بايده. ده اسمه قله ادب، ويتحاسب عليه، واللي بيحاسبه عليه النادي الاهلي. واحنا مش مع ده ولا مع ده، بس ما ينفعش. وبعدين احنا عايزينك تركز يا كهربا، احنا ما صدقنا انك انت جبت جون يا ابني النهارده، وبادئ نحسك يتفك، ويا رب جاي تعمل زي حسين الشحات، تمسك السبحه كده وتستغفر وتصلي على سيدنا النبي، وتقرا الكرسي والمعوذتين والاخلاص كده كل واحده 11 مره، والزلزال 40 مره ولا حاجه، وتخلي ذكر النبي على لسانك، عشان يا ابني الحسد اللي انت فيه ده ربنا يبعده عنك يا ابني، يا ابني ربنا يبعده عنك يا حبيبي. ما انا مش عارف ابوك الحاج عمنا فين، بعيد عنك، ده راجل بسم الله ما شاء الله بركة بركة على طول، وعلى طول بشوفه في السيدة نفيسة العلوم، بس من ساعة بقى كورونا ما عدناش بنتقابل. فأنت محتاج إنك تهدى يا كهربا، محتاج إنك تهدى. مش بعد يوم حلو يا ابني والناس كلها بتتكلم عليك، وأنت فرحان بمؤمن زكريا، تقوم عامل اللقطة البايخة دي، تخلي بيها الشكل وحش والدنيا وحشة. ما يصحش. أشوف برضه، خليني ورا كابتن سيد لحد ما يرد. فعاوز اقول ان النهارده برضو في كل الاحوال ان الاهلي فتح الكراس وبيعلم كل الناس. ومن ضمن الحاجات اللي احنا قلناها، وهو موضوع تواضع كابتن محمود الخطيب، وفاء زوجة لاعب مصاب، تحمل الامانة والمسؤولية من مجلس ادارة النادي الاهلي، واصراره على صرف كافة حقوق مؤمن زكريا، دعم ومساندة جماهير النادي الاهلي العظيمة لأحمد فتحي وإدارة النادي، تكريما له على الالتزام والانضباط الذي تحلى به منذ
منذ بص رن على كابتن سيد على طول كده لحد ما يرد عليك. منذ انتهاء تعاقده مع النادي الاهلي على خلاف ما جرى من الكابتن رمضان صبحي اللي خان النادي الاهلي وغدر بيه وبشكل غير طبيعي. طيب من الدروس برضو اللي حصلت النهارده تواضع موسيماني وذكائه في ان هو يبقى حريص على انه يطلع احمد فهد.